بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض فكره ظريفه قوي قوي قوي. هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض عزومه جميله جدا، مش هتتكلف معاكي غير 200 جنيه. معقول في عزومه هتتكلف 200 جنيه؟ ايوه، عزومه هتتكلف 200 جنيه بكيلو لحمه وفرخه. لو عندك كيلو لحمه في الثلاجه وفرخه، هتعملي احلى عزومه واحلى وليمه واحلى سفره ممكن تعمليها في رمضان. هتكفيكي وتكفي حبايبك عدد كبير جدا، وهتبقى حاجه تشرف وجميله جدا جدا. طيب هنعمل ايه مع بعض؟ اول حاجه خالص، في حاجه مهمه قوي 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 بتبقى موجوده على سفرتنا، شويه مخلل. هتعملي شويه مخلل حلوين جدا جدا جدا، وممكن تعمليهم الصبح قبل ما تبتدي تعملي كل اكلاتك وتعملي عزومتك. اول حاجه هنعمل شويه مخلل حلوين قوي، هتعمليهم بطريقه ظريفه ولطيفه، وعلى اخر اليوم ممكن تحطيهم على سفرتك يكونوا جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض مخلل الجزر والخيار. المكونات اللي معانا: كيلو خيار، نص جزر، انا بحب اعمل كمية الجزر قليلة شوية، قرنين فلفل من ده بيبقى حلو جدا في المخلل، نص ربطة كزبرة، حبة البركة حوالي معلقتين، 4 معالق من الملح، فنجان من الخل، ربع كوباية من الزيت، سكر من العادي الحبيبات العادي خالص، معلقتين كمون، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة كمون أو معلقتين. دي دقة عبارة عن توم وفلفل وليمون وخل وكمون، بعملها وأخليها عندي على طول في التلاجة، ولتر من المية بس. هي دي مكوناتنا. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. دلوقتي في حلة على النار، نحط شوية مية مغلية حوالي لتر أو لتر ونص، ننزل فيه الخيار، ما بنسيبوش فترة طويلة، احنا بنسيبه حوالي 5 دقايق بالظبط او 4 دقايق، نقلبه تقليبة واحدة او تقليبتين، لا اكتر من كده ولا اقل. نطفي عليه النار، خلاص كده بنقلبه. المية ما فيهاش اي حاجة خالص، مية عادية خالص مغلية ما فيهاش اي حاجة. نطفي النار ونبتدي نطلع الخيار ونصفيه كويس اهو، نحطه مع الجزر. نطلعه من على النار. الخيار لونه بيخضر، والخطوة دي بتخليه بيفضل مقرمش لحد آخر خطوة، لحد آخر قطعة خيار بتفضل مقرمشة للآخر، ما بيدوبش في المية والملح. هنعمل ايه دلوقتي؟ وهنا الخيار اهو بعد ما طلع، ومع الجزر. الفلفل ده بيبقى حلو قوي في التخليل، وكمان بتاكليه عادي جدا وبيدي طعم حلو وريحة حلوة. تقطعيه كده، موجود طول السنة، في منه شطة وفي منه خلي بالك عشان في منه بيحرق جامد اهو كده، بيبقى نوع مخلل برضو تالت موجود معاكي. هنجيب لتر المية، كل لتر مية بياخد 4 معالق من الملح الكبيرة. فنجان الخل، الزيت، السكر والكمون، ندوب كل ده كويس، حبة البركة تدي ريحة وطعم حلو جدا مع المخلل، ندوبهم كويس. وهناخد معلقة من الدقة اللي قلنا عليها قبل، ومعلقة كمان عشان تدي ريحة حلوة جدا، لأن الثوم أساسي في الخيار المخلل. دلوقتي هنقطع كزبرة، بقدونس ماشي، كزبرة ماشي، شبت لأ،
كزبرة أو بقدونس، تدي ريحة حلوة من وهي بتتقطع مع المخلل أهو. ما أي تقطيعة، مش لازم رفيع ولا كتير ولا شوية، أي حاجة حطيها كده أهو، وتبتدي تقلبي كل حاجة مع بعضها كده كويس أهو، تحطيه كله كده، وتجيبي البرطمانات اللي هتحطي فيها. هنا البرطمان اهو، حطي فيه الخيار مع الجزر والفلفل، كزبرة اهو، كبسي البرطمان كويس عشان ما يبقاش فيه مجال للهواء خالص اهو، وتصب عليه من الخليط بتاعك. شايفة عامل ازاي اهو؟ لازم تخلي المية تغطي البرطمان خالص للنهاية بس كده، تضغطي عليه كويس وتقفلي البرطمان بتاعك. هو ده شكل البرطمان في الاخر اهو، خلصان كده اهو اه. وبقيت الكمية اهي، اهي بتغطيها بالمية ده شكله بعد ما هيخلص، هقول له بعد ما يخلص هوريه لكم. وهو ده شكل المخلل بتاعنا بعد ما عبيناه في البرطمانات اهو، تحطي عليه طبعا الميه بتاعته بتغطيه تماما. الخيار هياخد معاكي من حوالي من 5 ساعات لـ6 ساعات، انت بتعمليه سريع علشان خاطر عايزه تاكليه فورا يعني بسرعه. الجزر والفلفل ممكن يقعد معاكي من 3 ايام لـ4 ايام، عبال ما تاكلي الخيار هيكون الجزر خلص، ما بياخدش وقت طويل. الميه بتاعته نسيت اقول لكم، الميه بتاعته ده اللتر الميه ده المفروض يكون مغلي وانت بردتيه، ده بيسرع من عمليه تسويته. هما 6 ساعات مش اكتر للخيار، ويومين 3 للجزر. اتمنى يكون عجبكم، ولما يخلص ان شاء الله هوريكم شكله. وده كده شكل المخلل اهو بعد ما خلص، شكله تحفه، ميته شكلها جميله جدا. الخيار مقرمش وجميل، والجزر خلص وكله تمام اهو، والبرطمانات اهي شايفين شكله حلو ازاي اهو. ده كده بعد 7 أو 8 ساعات، مش اكتر من كده اهو بالهنا والشفا. طيب بعد كده دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل شوية فراخ. الفرخة بقى هنستعملها، تعملي فرخة صينية فراخ وتحتيها بطاطس، فراخ بالكاري شكلها تحفة قوي قوي، هتحطيها على السفرة هتبقى حاجة تشرفك، وهتبقى حاجة جميلة قوي قدام ضيوفك. بسم الله الرحيم، النهاردة هنعمل مع بعض وصفة فراخ جميلة جدا جدا جدا، مش هتحتاجي جنبها غير شوية رز وبس، حتى خضار لا. هنعمل ايه مع بعض؟ هنا فرخة كبيرة، لو انت عندك فرخة كبيرة زي دي هتقطعيها 8 قطع، دي حوالي 3 كيلو، هتقطعيها 8 قطع زي ده كده، ولو فرخة عادية ماشي قطعيها 4 قطع او حسب الرغبة. طيب هنحط عليها هنا ايه؟ هنغسلها كويس وننقعها في شوية مية وملح وفلفل ونص ليمونة، وبعد كده هتصفي منها المية وهتستعمليها. معانا هنا ايه؟ 4 حبات من البصل، 4 حبات من الطماطم تقطعين صغير، و3 حبات من الفلفل. وهنا البهارات بتاعتنا، معلقة كبيرة من الزعتر، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من الكمون، معلقه كبيره من بهارات الفراخ، نص معلقه توم باودر ونص معلقه بصل باودر، واهم حاجه بقى في الوصفه دي حوالي 2 معلقة من بتوع الاكل كاري. وفي حاجه تانية معانا في الوصفه بعد كده هقول لك، واحنا بنضيفها هوريها لك في الاخر، دي هتخليكي مش هتحتاجي غير شويه الرز بس وشويه سلطه جنب الوصفه. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. وهنا في صينيه على النار هنحط حته سمنه او زبده او زي ما تحبي، انزلي بالبصل شوحيه حوالي 2 دقيقة اهو،
توصلي لانه ياخد لون. انت لسه هتشوحي دقيقتين اتنين علشان الخضار يفضل زي ما هو بشكله، شكله ما يتوهش مع الفراخ اهو كده. نزلي بعد كده بالطماطم، يدوب كل الحاجات دي والخضار ده كله هيدبل بس. بعد كده هتنقليه في حاجه، انا هنقله في حاجه وبعد كده هقول لك الخطوه اللي بعدها هنعمل ايه. اهي صينيه ثانيه، او حتى ممكن تنقل الخضار في حله او في حاجه وفي صينيه نفس الصينيه عشان تاخد من نفس ريحتها وطعمها. جيبي حته سمنه او زبده، دي زبده، تنزلي بالفراخ اهي، انا كنت نقعاها في ملح وفلفل. تنزلي بقطع الفراخ كلها اهي، الخطوة دي هتسيبيها حوالي 5 دقايق، وكل شوية تقليها تجيبيها على الجنب اللي بعده هي تاخد لون اهي كده. خليكي واقفة جنبها شوية، كل شوية تقلبيها، تنزل عليها بالبهارات كده. ده كده اهو شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما بدات تدخل في السوى اهي. شوحيها يمين وشمال كل شويه كده تقلبيها اهي، وبعد كده هتسيبيها على النار وتضيفي لها الخضار اللي احنا عملناه قبل كده بعد ما تبهريه طبعا. وبعد كده تضيفي لها حوالي كوبايه من الميه وتغطيها بغطا كويس وتسيبيها حوالي ربع ساعه على النار. وبعد ربع ساعه واحنا بنضيف المكون الاخير عليها هوريها لك. وده كده شكل الفراخ بتاعتنا اهي بعد ما خلصت. طيب المكون اللي انا قلت لك عليه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن مكعبات البطاطس دي اهي، هتضيفيها بس قبل ما الفراخ تبدا تستوي بحوالي ربع ساعه. هتسوي الفراخ كده البطاطس بالشكل ده كده، شايفه الصوص اللي طالع منها تحفه جدا جدا جدا. وبعد كده هتحطي لها حته زبده صغيره على وشها بالشكل ده وهتدخليها الفرن، هتقعد حوالي 6 دقايق او 7 دقايق وهتطلع بالشكل التحفه ده اهو. مش محتاجه تقدمي معاها اي حاجه غير رز ابيض وشويه سلطه. بعد كده هناخد كيلو اللحمه، هنعمل بيه احلى كفته ومعاها رز جميل جدا، رز مبهر حلو قوي قوي. هتبقى انت كده عملتي شويه رز وشويه كفته حلوين قوي. ده كيلو اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا. ايه هي؟ كفته الحاتي. كفتة الحاتي بنشتريها من بره غالية جدا جدا، وممكن تعمليها في البيت بمنتهى السهولة وتطلع احلى من بره كمان كتير. طيب هتعملي وهحطي اقولك على مكون او اتنين فيها هما اللي هيخلوها لك طالعة زي بره بالظبط، وشكلها حلو جدا وطعمها حلو جدا وريحة ممتازة. هنعمل ايه وهنحتاج ايه مع بعض؟ هتروحي للجزار او اللي انت بتجيبي منه اللحمة، هتخليه يجيب لك اللحمة 80% لحم احمر و20% دهن. لازم يكون فيها 20% دهن عشان يخليها سايحة على السيخ وريحتها وطعمها حلوين. هنحتاج مع كيلو اللحمه ده ايه؟ 3 بصلات بس متوسطين مش كبار، و3 حبات من الفلفل متقطعين. هنا البهارات بتاعتنا، كل البهارات معلقه كبيره، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الفلفل، معلقه كبيره من بهارات اللحمه، معلقه كبيره من معلقه صغيره من الكركم، معلقه كبيره من الثوم البودر، معلقه كبيره من البصل البودر، ومعلقه كبيره من الكمون. هنا بقى المكون اللي ممكن تكوني يعني ممكن تكوني مش عارفاه، هتحتاجي معلقتين كبار من النشا. وهنا حاجة تانية كمان، هنحتاج 1/2 كيس من البيكنج باودر، مش كيك شيف، بيكنج باودر اللي هو ده العادي، هنحتاج منه 1/2 كيس اللي هو ال 500 جرام ده، مسحوق الخبز اللي بيضاف الى 500 جرام دقيق، هتلاقي مكتوب عليه كده مسحوق خبز يضاف الى 500 جرام دقيق اهو مكتوب على الكيس ده. هتاخدي 1/2 كيس ده. ودي كده اهي الخطوة التانية، دي الخطوة التانية. هناخد اللحمة
هتفرمي البصل مع الفلفل وتاخدي الميه بتاعتهم، التفله هتحطيه على اللحمه والميه اهي، تحطي عليها معلقه من الصلصه وشويه من البهارات عشان هتصبعي بيها الكفته. وهنا عندنا صينيه اهي تكوني ما بتستعمليهاش، هتبشري فيها شويه دهن لو عندك شويه دهن، ممكن تحطي خضار لو عايزه، وتحطي عليها الشبكه بتاعت الشوايه وتصبعي الكفته وتحطيها عليها اهو. دي الاسياخ بتاعت الشيش طاووق اللي احنا بنستعملها كلها، بس لازم تنقعيها قبلها في شويه ميه، انا دايما حطها في ازازه وحطها عندي في الثلاجه. بلي ايدك كده من ميه البصل وتبداي تصبعي الكفته بالشكل ده كده اهي، عمرها ما هتفك معاكي اهي. تملي الاسياخ كده وتبداي تحطيها على الشبكه بتاعت الشوايه. ليه بنحط ميه تحت؟ بنحط الميه وشويه من الدهن علشان الكفته تطلع طريه وحلوه اهو كده اهي. بلي ايدك شويه كده من ميه البصل مع البهارات، صبعي الكفته كده تطلع معاكي كفته طريه وتحفه، بسبب الميه البخار اللي هيطلع منها يخلي اللحمه طريه وجميله، وميه البصل دي هتديها ريحه وطعم خرافي اهي. هتكملي بقية الكمية كلها، ترصيها على الصينية هنا وتدخليها الفرن. طيب هتدخل الفرن، لو الفرن بتاعك بيولع من فوق ومن تحت هتحطيها وتوطي عليها شوية من تحت وتعلي من فوق. طب لو يولع من تحت بس تولعي عليها من تحت، ولما تستوي هتحطيها تحت الشواية تحمر. هخلصها وبعدين اوريها. كده اهو شكل الكفته بتاعتنا بعد ما خلصت، شايفين شكلها عامل ازاي؟ اهي تحفه خالص اهي، وطريه من جواها وشكلها جميل جدا 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 اهي. هتقدميها مع ايه؟ هتقدميها مع سلطه بلدي، السلطه اللي بتيجي من عند الحاتي. هتقطعي طماطمتين على حبيتين بصل على حبيتين خيار على شويه من الكزبره، وتحطي لها ربع كوبايه من الميه ومعلقتين من الخل. ودي الطحينه العاديه بتاعتنا اهي، بدل ما تسلقي اللحمه عندك اهو، كل اللي استعملتيه هو كيلو اللحمه، بدل ما تسلقيها اعمليها لاولادك كده بالشكل ده اهو، هتطلع جميله جدا جدا. بعد كده هنعمل كمان نوع من الخضار، هنعمل نوع باميه، النوع ده هيبقى باميه، شويه باميه او طاجن باميه حلو جدا جدا جدا. ولو عندك حتى ممكن ما يبقاش عندك شوربه، لو عندك حته دهن من اللحمه او حاجه هتعملي بيها، هتبقى جميله قوي قوي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده هنعمل مع بعض احلى طاجن باميه ممكن تعمليه بطريقه جديده. طيب هنحتاج ايه؟ هنحتاج هنا باميه اي كميه انت عايزاها، بس يا ريت الباميه ما تسيبهاش بحجمها، ممكن تقطعيها بالشكل ده كده تلاقيها صغيره وشكلها شيك وحلوه جدا في الصينيه او في الطاجن اللي هتعمليه بعد كده. 3 او 4 معالق ثوم مهروس، حبايه فلفل متقطعه طرنشات، ودي الصلصه بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض في القناه. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. على النار هتحطي معلقتين او 3 كبار من السمنه، يا ريت تبقى زياده شويه عشان دي اللي هتعملي فيها الطاجن كله من اوله لاخره. وهنا لو انت عندك حته من الدهن او ليه اللي هي الضاني هتخلي طعم الباميه وريحتها تحفه. حطي لسه نص كميه الثوم اهو، هنبدا نحمره بس ما توصليش لانه يحمر، يا دوب هيصفر بس كده. بدأت تصفر، متوصليش بيها لانها تحمر عشان تنسى تشوحي الباميه وقت طويل. الخطوه دي بقى هي اللي هتديكي ريحه طعم الباميه، تقعدي تشوحي فيها فتره طويله شويه لحد ما تلاقي الباميه نفسها خدت لون. متزهقيش وانت بتشوحيها، شوحيها وقت زياده شويه معلش، لسه تديكي ريحه وطعم تحفه. ودي كده هي الماده الدهنيه اللي باقيه من تحمير الباميه، هنشيلها وناخد بقيه الثوم نحمره.
هتحمريها مش الباميه هتتحمر مش اقل من 25 دقيقه. ده بدات تاخد لون من جميع النواحي. التومه هنا هنصفرها بس مش هتحمريها. تنزلي عليه بالصلصه بتاعتك. هتحطي معلقه، نص معلقه كبيره من الملح ونص معلقه من الفلفل ونص معلقه من الكمون. طبعا الطماطم كده كده متسبكه اهي، مش محتاجه تتسبك وقت طويل ولا حاجه. دي الباميه اهي طبعا احنا كنا حمرناها، وفي نفس الماده الدهنيه زي ما قلت لكم هنحط الثوم هيصفر، هنحط الصلصه بتاعتنا. ننزل بالباميه اهي، وحطينا الملح والفلفل والكمون. تزوديها بقى شوربه ميه زي ما تحبي لو عندك شوربة. انا هنا كان عندي شويه من شوربه البط زودتهم عليها اهو، وبعد ما تتسبك هتلاقيها اتسبكت وخلصت، هتنزلي بيها عليها بالقرن الفلفل اللي قلت عليه ده وحبايه الفلفل اللي قلنا عليها دي، وهتغطي عليها وبعد ما تستوي هوريكي هنعمل فيها ايه. وده كده اهو شكل طاجن الباميه بتاعنا بعد ما خلص. بعد ما تستوي تقليها من الحله، تحطيها في بايركس زي ده كده، وتحطي معلقات الفلفل عليها من فوق وشويه من الزبده او السمنه او اي ماده دهنيه انت عايزاها، وتدخليها تحت الشوايه، هتطلع بالشكل الجميل ده في الاخر. طبعا ممكن تكونوا مستغربين ان انا ما حطيتش بصل على الباميه، هي الباميه بصراحه بلاش تحطي لها بصل، اتعاملي معاها بالثوم هتطلع معاكي طاجن باميه تحفه تحفه تحفه. اتمنى تكون وصفتنا النهارده عجبتكم، وبكده هتبقي انت عملتي نوعين من الخضار، وعملتي فراخ جميله قوي، وعملتي شويه كفته حلوين قوي قوي. بعد كده لو انت بقى عندك شويه محشي في البيت حلوين كده، هتلاقي عندك طريقه حلوه لتسويتهم. طبعا كلنا بنعرف نعمل المحشي، فانا ما رضيتش اطول الفيديو واقول لك هتعملي المحشي ازاي. هتعملي الخلطه دي هتحطيها، او دي حاجه من سر تسويه الفنادق في المحشي، هيطلع معاكي شويه محشي رهيب جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا حبايبي هقدم لكم وصفه جميله جدا جدا، المحشي كده كده كلنا بنعرف نعمل المحشي ازاي، بس دي حاجات انت هتحطيها على المحشي هيخلي لك طعمه خرافه. طيب هي عباره عن ايه؟ طبعا دي الشوربه بتاعتنا، معاها معلقتين من القشطه ومعلقتين من الصلصه اهي كده، ومعانا هنا معلقتين من السمنه او الزبده زي ما تحبي، معلقه من الملح، معلقه من الكمون، معلقه نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، معلقه من الفلفل، ومعلقه كبيره من بهارات المحشي. ودي كده اهي الخلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها، وهي دي بقى سر اعظم محشي ممكن تاكليه في حياتك. حطيها عليه وعلقي عليها بطريقتك العاديه جدا جدا اهي، وهتدعي لي ان شاء الله. وهتبقى انت عملتي كده نوعين من الخضار، فراخ وعملتي كمان كفته، عملتي المخلل، عملتي شويه محشي حلوين قوي. تخيلي كده السفره بتاعتك، حتى شويه المخلل انت عملتيهم، فتخيلي كده شكل السفره بتاعتك هتبقى عامله ازاي، هتبقى تحفه جدا جدا. نوعين من الخضار. وكمان في حاجه، لو انت عايزه تعملي بقى بشاميل، هتعملي نوع مكرونه يجنن، اصلا محدش هياخد باله ان انت لا حطيتي فراخ ولا حطيتي لحمه. مكرونه اقتصاديه جدا جدا، يا دوب هما شويه البشاميل وشويه المكرونه، برده هتبقى جميله قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا النهارده سهله وسريعه وبسيطه، كل حاجتها موجوده في البيت. هي ايه؟ صينيه المكرونه، مش مكرونه بشاميل ومش مكرونه نجرسكو، مش هنحتاج فيها ولا فراخ ولا لحمه. هنحتاج ايه النهارده؟ هنحتاج حبيتين من الطماطم وحبيتين من الفلفل، نص كيلو من البسله على جزر، 200 جرام من الجبنه الروم، حوالي 50 جرام من الزيتون المخلل، 4 معالق من الدقيق، كيسين مكرونه، وكيلو لبن. هنا في حله على النار هنحط مع بعض معلقه ومعلقتين من السمنه او الزيت او الزبده زي ما تحبي. ننزل بالخضار باول حاجه كويس، وهنا بعد ما الخضار جبن نحط مع بعض البسله والزيتون والبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون، توم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ.
كده ونغطي عليهم قبل ما يستوي. وهنا في حله تانية على النار هنحط مع بعض معلقتين من السمنه ومعلقتين من الزيت، ونحط ننزل بخمس دقائق خمس معالق من الدقيق، وتوطي النار قوي. هنا اهو البشاميل بتاعنا، متشليش ايدك من على الدقيق ابدا غير لما يوصل، لانه يكون لونه ذهبي. بعد ما بيوصل للون الذهبي هننزل باللبن اهو. عشان تسوي الدقيق كويس اهو، وطي عليه النار عشان الدقيق يستوي كويس. البشاميل وصل للون الذهبي اهو، ننزل بالميه اللبن، كل اللبن، ونقلب تقليب مستمر. ما تشيليش ايدك من عليه ابدا غير لما يتقل. ننزل معاك ايه، معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل ونص معلقه من الثوم البودر ونص معلقه من البصل البودر. البشاميل بتاعنا اهو بعد ما خلص اهو، والمكرونه اتسلقت، وهنا الخضار اهو مع البهارات اللي حطيناها على النار، والخضار والزيتون والبسلة. نقلب كل الحاجات دي كلها مع بعض في حلة البشاميل اهي. والخضار معاهم نزود المكرونه اللي باقيه شويه شويه اهي، شويه شويه زوديها وقلبي عشان الصوص يوصلها كلها اهو اهي. شايفين شكل الصوص بتاعها عامل ازاي اهو، بقيه المكرونه اهو. قلبيها كلها كويس قوي اهي كده. اهي خلطه كلها مع بعضها فيها كل البهارات بتاعتها اهي. هنا نجيب البايركس بتاعنا، نحط فيه نقطة صغيرة خالص من الزيت، مسحة صغيرة كده. ننزل بالمكرونة حبي تعمليها، السمك بتاعها مش أزيد من صباعين فوق بعض كده، بتبقى أحلى وأخف. ورشه من الجبنه الرومي اهي كده. لو عندك اي نوع جبن تاني حطيه، يديكي ريحه وطعم. ندخلها الفرن وبعد ما تطلع اوريها لكم. كده شكل المكرونه بتاعتنا اهي بعد ما خلصت وطلعت من الفرن، شكلها تحفه جدا، ريحتها حلوه جدا اهي. شايفين الصوص فيها عامل ازاي؟ شايفين الجمال اهي، الصوص بتاعها فيها عامل ازاي؟ شايفين شكلها. وما تكلفتش معاكي حاجه غير عن كيلو لبن وشويه المكرونه، بقيه الحاجات كلها تعتبر موجوده عندك في المطبخ. طيب دلوقتي احنا استعملنا ايه؟ زي ما قلت لكم انتي ما استعملتيش حاجه غير كيلو اللحمه
ب 100 جنيه مثلا، والفرخه هتعمل لها حوالي 50 جنيه، يبقى 150 جنيه، هتبقى معاكي 50 جنيه. ال 50 جنيه دي ممكن تجيبي بهم بقى شويه الخضار، شويه بطاطس، شويه باميه، اي حاجه، وبكده هتبقي عملتي. انا ما ضحكتش عليكي فعلا، اهو زي ما قلت لك، وزي ما قلت لك فعلا انت كده عملتي وليمه تحفه بال 200 جنيه. حتى المخلل بتاعك موجود، عملتي نوعين من الخضار، عملتي نوع رز، عملتي كفته، عملتي فراخ، عملتي محشي، عملتي وشويه سلطه خضراء بقى انه معمولين، هتلاقيهم برضو مع الكفته والمكرونه. هتلاقي انت دلوقتي كده حتى البشاميل اللي عملتيه، هتلاقي عندك احلى سفره واحلى وليمه رمضان وب 200 جنيه. اتمنى تكون فكره النهارده عجبتكم، في امان الله.